تواصل هيئة الشارقة للمتاحف تنظيم فعالياتها التوعوية التي تتضمن المحاضرات والورش التفاعلية والجلسات الحوارية عن بعد، حرصا منها على صحة وسلامة المشاركين. ابن الهيثم هو عنوان الورشة الافتراضية التي نظمتها هيئة الشارقة للمتاحف بمشاركة عدد من الأطفال وذويهم، حيث تهدف لتعريفهم بقصة العالم المسلم الكبير ابن الهيثم وحياته وتجاربه العلمية، فهو واحد من أهم الأطباء العرب عبر التاريخ. Did you understand ابن الهيثم's idea؟ ولما لهذا العالم من أهمية كبيرة، خصص متحف الحضارة الإسلامية صالة تحمل اسم ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا، وانتقلنا لها من العالم الافتراضي للواقعية لنستعرض إنجازات علماء المسلمين وإسهاماتهم في الحضارة الإنسانية. فالزائر إلى هذا الجناح يطالع مختلف النماذج المجسمة والصور والمعلومات عن أهم الاكتشافات والاختراعات والنظريات التي وضعها العلماء المسلمون بمختلف المجالات. ليس هذا فقط، فأروقة المتحف الفسيحة تضم بين جنباتها أكثر من 5000 قطعة فنية من الحضارة الإسلامية العريقة، من بينها العملات الإسلامية التي تحكي التاريخ الاقتصادي والسياسي للخلفاء المسلمين الأوائل. وهنا أنموذج لمسجد قبة الصخرة، وهو من أبدع العمارات الإسلامية التي ما تزال باقية. المتجول بين أروقة متحف الحضارة الإسلامية تأخذه الدهشة في تفاصيل هذه الكنوز النفيسة، فالمكان يحكي قصة تعكس عمق تاريخ إسلامي عريق. في أشياء جميلة كتير كتير وممتعة حقيقة، ثقافية وتراثية وبتمتعنا لكل الأجيال، فيها متعة كل الأجيال. اللي حابب يتعرف على الثقافة يجي يبلش من متحف الحضارة الإسلامي. بصراحة أنا ما توقعت شوف المتحف بهالشكل يعني، واللي صدمني أكتر شيء وكتير حلو، بس اللي صدمني وعجبني بنفس الوقت الأشياء الطبية، الأدوات الطبية اللي كانوا يستعملوها زمان. يعني طلع أنه عند العرب أكثر ناس بالمواد الطبية وبالجراحة وبالعلاج كانوا الأول بالعالم. المتحف يسخر بالعديد من المقتنيات، منها قطع من غلاف لمخطوطة فارسية من العصر الصفوي، كما نرى هنا مخطوطة لتفسير القرآن الكريم تعود لأواخر القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر الهجرية. وهنا حجر كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم يعود إلى القرن الثاني عشر الهجري، أي الثامن عشر الميلادي، وكلها تحكي تاريخاً عريقاً يمر عبر الحضارة الإسلامية.